يا ريت يا جماعه نهدى ونبطل تشكيك وتخوين في اي صوت سياسي معارض. ايوه خش عليا بالصعبانيات، لو شويه كومبارس لزوم الديكور يا عم. يا عم الناس بتحاول ترمي حجر في الميه الراكده يا اخي، يعني انت عاجبك حالنا اللي اخره هاشتاجات ده؟ هو انتم ما بتشبعوش خوازيق؟ اخش اجيب لك محمود بدر وطارق الخولي وابراهيم عيسى ومصطفى بكري من الدولاب يا بتاع احمد طنطاوي؟ صوابعك مش زي بعضها يا اخي، يعني انت هتفضل تقرفني بنظريه المؤامره دي طول العمر لحد ما احمد طنطاوي يترمي في السجن الاخر عشان ترضى عليه؟ لا يا عم لا اقرفك ولا تقرفني، اشبعوا يا عم بالخوازيق، انتم ما بتتعلموش اصلا. بتزعل ايه دلوقتي؟ ازعق براحتي يا عم تشريكي. بس يا جدعان استهدوا بالله كده، نتكلم بالهداوه عشان نسمع بعض. مين بقى احمد طنطاوي ده؟ تشرب شاي؟ ما تشرب شاي؟ تشرب شاي؟ تشرب شاي؟ تشرب شاي؟ برز في الفترة الأخيرة نجم النائب البرلماني أحمد طنطاوي، وكان له مواقف مثيرة شوية للجدل جوه البرلمان مع رئيسه علي عبد العال أو مع النواب أو في لقاءاته الصحفية أو التلفزيونية. اعتبرها البعض شجاعة ومجدعة وقولة حق، واعتبرها ناس تانية طق حنك ومعارضة كرتونية مطلوبة لتجميل وجه النظام ومرسومة بعناية، وإنه من المختارين للمهمة دي عشان يبان للناس جوه مصر أو بره إن في ديمقراطية وأصوات معارضة جوه المجلس، وفي النهاية هيبقوا أقلية وما لهمش تأثير نهائي على أي قرار بيصدر أو قانون بيطلع يعني. طبعا وفي ظل حالة الفجور الحالي اللي كله عارفه وشايفه مؤيد كان او معارض، الكل شايف ان البرلمان ده هو الاسوأ والافشل يمكن على مدار تاريخ مصر النيابي كله، وان تقدر تسميه بكل اريحية يعني برلمان الاجهزة الامنية، مجموعة منتقاة من طفيليات بشرية من اول رئيسه اللي مرة قال للنائب علاء عبد المنعم بلاش كلام في السياسة، يلا نتكلم في البرلمان عن طريقة عمل البيتزا بالجمبري، لحد اغلبيته حزب مستقبل وطن اللي رئيسه اعلن عادي كده ان مهمتهم في البرلمان الموافقة وتمرير اي قرار او قانون يصدره السيسي. طب ازاي احمد طنطاوي اللي بعض الناس بتاكد انه ثوري وشريف ونظيف اليد يعني، وطول الوقت معارض لاي نظام استبدادي، وكان بيهاجم سياسات مبارك وحكومته ورئيسها احمد نظيف ووزير الماليه وقتها يوسف بطرس غالي؟ انا رايي فيما يتعلق بمساله التصريحات الدكتور احمد نظيف، ما هو ايضا مسؤول الحكومه عن ضبط حاله التضخم في السوق، يعني اذا كنا بنتكلم عن ان زياده الاجور هتؤدي الى ارتفاع التضخم او بمعنى ادق يعني ارتفاع الاسعار، لا الاسعار بتزيد، ومجرد ما التجار بيعرفوا ان في زياده منتظره في الأجور الأسعار بتزيد أوتوماتيك يعني. طب دور الدولة فين في ضبط الأسعار؟ أظن أنه ده تهرب من المسؤولية إلى حد كبير. وكان معارض شرس برضو أيام حكم الإخوان، وكانت ليه مواقف من الإعلان الدستوري اللي أصدره مرسي في عز ما كان البعض متوهم أنهم مسيطرين. الحقيقة أنا من البعض اللي شايف أنه ليس وقته الآن ولا أي آن، يعني أنا مع اتخاذ كل الإجراءات الثورية الممكنة من أجل أنه تمكن الدولة وخاصة الرئيس من أنه يقتلع هذا الفساد من جذوره، وأنا أعرف لذلك طرق عدة ليس من بينها ما جرى الحقيقة. إزاي ده وصل للبرلمان؟ او ازاي لو الكلام ده صحيح سابوه يوصل رغم انه زي ما قلنا برلمان متعين تقريبا من الامن من غير انتخابات ولا حاجه يعني. بدايه خلينا نعرف هو كان مرشح عن دايره ايه، لان القصه دي ليها ظروف خاصه شويه. طنطاوي اتولد في مركز قلين احد مراكز كفر الشيخ، وقلين دي ليها بقى حكايه حصلت وكان ليها الدور الاكبر في وصول طنطاوي للبرلمان، واللي لولاها ما كان هيشمه بالمناسبه. قلين دي بجلاله قدرها المركز اللي قوته التصويتيه 150 الف صوت، كان ليها مقعدين بس في مجلس النواب وشكرا، مقعدين طول الوقت في اي انتخابات شبه محسومين. المقعدين دول لعيلة هناك اسمها القطان. حصل بقى تعديل في قانون الانتخابات قبل انتخابات مجلس الشعب 2015، تم بموجبه ضم قلين بمراكزها المنشية وشباس لمركز دسوق اللي اعداد المصوتين هناك كمان اكتر، وده اللي عرف يلعب عليه طنطاوي كويس جدا على مستوى الشباب، سواء شباب قلين او حتى دسوق نفسها، نظرا لكله اصلا يعني صاحب شعبية كبيرة في اوساط الشباب واوساط الناس اللي بتحب حمدين صباح، لان طنطاوي في الاساس منتمي لحزب الكرامة اللي اسسه حمدين في التسعينات، وفي خلال كام سنة اتطور اداؤه الحزب وزادت شعبيته ودوره في الحزب للدرجه اللي خليته يتولى منصب امين الحزب في قلين، وفضل يتدرج في المناصب الداخليه للحزب لحد ما وصل انه يبقى عضو المكتب السياسي سنه 2012، لحد ما اختلف او زعل او قاطع صباحي محدش يعرف بالظبط، لكن الارجح يعني كان رفضه لفكره نزول حمدين في الانتخابات الرئاسيه اللي كان طنطاوي شايف زي ما شاف اغلب الشباب اللي هو بيمثلهم انها مسرحيه هزليه. طنطاوي بالمناسبه ما كانش طول فتره وجوده في حزب الكرامه متفرغ للحزب بس، من الحاجات برضو اللي رفعت شعبيته اكتر انه قدر كمان يكون له وجود في اوساط الفقراء والناس اللي محتاجه مساعدات، فشارك مجموعه من اصحابه تاسيس جمعيه خيريه سموها جمعيه الحلم العربي الخيريه، بتقدم خدمات بقى للارامل والايتام والفقراء، تشارك في تجهيز عرايس وكده يعني. مش بس كده، ده كان صحفي كمان وحصل على كارنيه النقابه وكان ليه عمود راي في جريده الكرامه اللي بيصدرها الحزب، وكمان كان نائب رئيس تحرير لجريده اسمها الدوله اليوم، وكان بيعد برامج تلفزيونيه، وكمان كان ليه حلقات على الاذاعه. كل الحاجات دي ساهمت مع التعديل الجديد بضم دسوق اللي كتلتها التصويتيه ضعف
متفقين تقريبا في انه يركز بقى على الفئات دي في حملته ويقنعهم بالتصويت ليه. عمل مؤتمرات كتير قوي قوي في كل شبر من المراكز دي، حوالي 80 قرية لفها بالطول والعرض، وشكل تحالفات قوية مع الشباب اللي عامل مشاريع صغيرة ومع بعض التجار اللي اغلبهم كانوا شباب برضه، بحيث يدعموه ماديا في دعايته الانتخابية وشعبيا من خلال علاقاتهم وشبكات مصالحهم وصد تعهداته طبعا في حالة نجاحه بتقوية اوضاعهم وتحسينها. وبالفعل عدى من المرحلة الاولى ودخل في جولة اعادة مع 7 غيره سواء في قلين او تسوق. استغل طنطاوي حالة المكايدة السياسية والاجتماعية وكمان الاحتقان بين اهالي قلين وتسوق وبخطابات شعبوية عشان يكسبوه في مواجهة المرشحين بتوع دسوق وكمان مرشحين قلين اللي بقوا في نظر الناس مسنودين بفلوسهم ونفوذهم من النظام واللي ما شافوش منهم خير قبل كده بعد ما بينجحوا في اي انتخابات. وبالفعل اعداد المصوتين لصالح طنطاوي كانت اكبر واصعب من محاولات اي حد او جهة لتزوير النتائج. ووصل اخيرا طنطاوي للبرلمان. رحلة طنطاوي بقى جوه البرلمان اللي يتفق او يختلف هو حر، يعني انا هنا مش بوجه او بدعي اي حد لتبني وجهة نظر معينة، وخصوصا في الحلقة دي انا مجرد بعرض كل المتاح واللي اتشاف واتسمع بشكل مجرد وبعيد عن اي هوا، اعتبروها يعني دعوة للتفكير. وانا عارف ومتأكد يعني وملتمس العذر لينا بعد الخلاط اللي اتضربنا فيه كلنا من كذب وادعاءات وخيانات وانهيار رموز وانكشاف وشوش، اللي بالمناسبة شيء صحي جدا يعني ومفيد على المدى البعيد ودروس مستفادة من حقنا نتناقش فيها، نتفق ونختلف ونسمع بعض ونحترم وجهات نظر بعض وميول بعض. دي ألف بيت ديمقراطية ودولة بنحلم بيها يعني. بداية طنطاوي كانت زي بداية اي حد بيحاول سواء قراره ده صح او غلط من وجهة نظر اي حد انه يحرك مياه راكدة، انه يبقى صوت لمطالب واحلام وتطلعات الناس جوه عرين النظام. استفتح طنطاوي بالهجوم على الحكومة في قوانين الموازنة وانحيازها الواضح للاغنياء وتطبيق القيمة المضافة على الناس واتهمهم مباشرة بالكذب وانهم مجرد سكرتارية للرئيس ومؤتمرين باوامر واملاءات صندوق النقد الدولي. طردوه طبعا وطلع يكمل كلامه بره. انا رايي انه مع كامل الاحترام والتقدير للزملاء في الاغلبية اللي وافقوا على هذا القانون كل المبررات اللي سيقت لتمريره ليست في محلها على الإطلاق. باختصار شديد الحكومة بتعمل ده ليه؟ بتعمل ده علشان خاطر تزود الحصيلة الضريبية بأرقام إذا اعتمد القانون بال 14% زي ما هم عايزين هتبقى 32 مليار جنيه. ال 32 مليار جنيه دول بيمثلوا أقل من 10% من نسبة العجز في الموازنة. ولأن احنا أمام حكومة اعتادت الكذب على المواطنين وده ليس جديد يعني، فهم قاعدين يقولولنا مرة إن هم بياخدوا الفلوس ده عشان يسدوا بيها العجز وده أقل من 10%، ومرة تانية علشان نصرفها على الصحة والتعليم، وهم اللي استقطعوا من النسب الدستورية المخصصة للصحة والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي عشان يصرفوا في أمور ثانوية ولا طائل منها. استمرت مناكشاته قصاد برلمان أغلبيته الساحقة بيكرهوا ثورة يناير كره العمل، فكان دايم الهجوم عليهم وعلى مخالفتهم ديباجة الدستور اللي بتعتبر يناير ثورة ورئيس مصر وبرلمانها ده ما كان هيبقى لهم وجود أصلا لولا الثورة، وده كان سبب رئيسي في التسلخات اللي أصابت أغلبهم وخلتهم يحطوه في دماغهم كعضو مثير للشغب. هو فعليا اكتر النواب طردا من الجلسات او قاطع الصوت عنه وهو بيتكلم. وكان المشهد الشهير اللي كان في جلسه التصويت على اسقاط عضويه توفيق عكاشه بعد استقباله لسفير كيان الصهيوني اللي على خلفيه قناعاته الشخصيه برضه برفض التطبيع ورفض بنود معاهده كامب ديفيد. علي عبد العال ساب كل اللي بيقوله طنطاوي وبكل تفاهه وعنجهيه وشغل كيد نسا قفش على التيشيرت ولا البلوفر اللي الراجل لابسه وقال له ما تجيش بيه تاني. واستنى بقى طنطاوي يقول له حاضر يا ريس، لكن طنطاوي تقريبا رده عليه كان انت مال امك يعني. اسرائيل كانت وما زالت وستظل العدو الأول للشعب المصري، وافق على إسقاط التطبيع وعلى إسقاط كل نائب يتورط في التطبيع كان توفيق عكاشة أو غير توفيق عكاشة. شكرا شكرا سيادة النائب، وتمنى شاكرا ألا تحضر بهذا الزي مرة أخرى في قاعة المجلس. شكرا. ده كلام يا رئيس موجه ليا وانا من حقي. هذا زي غير مقبول داخل المجلس. من غير مقبول غير مقبول وفقا للائحه ولا للهوى؟ للائحه ولا للهوى يا رئيس؟ لو اللائحه ارجو سياده النائب ان يلتزم بادب الحديث. التقاليد البرلمانيه والسوابق البرلمانيه تمنع حضور النائب بهذا الزي. احنا مش في ملعب كوره هنا. طنطاوي في احد الجلسات بقى اطرد بالقوه يعني، جابوا له الامن كده شالوه هيله بيله بعد ما قطعوا عليه الميكروفون، لكن انه فضل مكمل من غير ميكروفون وسط صريخ وزعيق من شويه الهمج اللي مفترض ان هم بيمثلوا الشعب، وهو بيهاجم وزير الماليه وبيعترض على قوانين عقود الدوله والتعدي على اختصاصات القضاء الاداري وقانون الثروه المعدنيه. كانت اكبر خناقاته بقى واشهرها هي ايام الصرعه والصربعه العجيبه من الحكومه والنواب على تمرير قرار ترسيم الحدود البحريه مع السعوديه اللي تبعه طبعا التنازل عن جزيره تيران وصنافير، واتهم الحكومه بالتعدي الصارخ على الدستور، واتهم النواب بخيانه الامانه، وقفش في سعد الحسيني رئيس الجمعيه الجغرافيه المصريه اللي السيسي سحبه من رقبته وامره يروح الجلسه يقول لهم تيران وصنافير سعوديه، واتخانق وشتم ورمى المكتب. تمرت مناوشاته اعلاميا بعدها بفصاحه وترتيب افكار
افكار وبلاغه ما خلتش حد من عصابه السيسي كان قادر ياخد حق ولا باطل معاه. منهم اللي هو حمدي بخيت بطل موقعه المجلس الاعلى للعالم واستخراج الخرسانه من شجر الموز وابرز المدافعين عن جهاز كفته عبد العاطي لعلاج كل الامراض البشريه ما ظهر منها وما بطن. الممر. نيجي بقى للتعديلات الدستورية واللي تقريبا كانت المهزلة اللي طنطاوي كان رافضها من بابها، وكانت ليه الكلمات دي اللي يمكن من اكتر الكلمات اللي سببت حالة من الجدل وخلت طنطاوي مادة للنقاش ما بين كل الاطراف بقى. اللي اعجبوا بشراسته واللي غمضوا عين وفتحوا عين باستدعاء نظرية المؤامرة والمعارضة اللي كده وكده، اللي هو ده اكيد امناجي وسابوه يكمل، ليه ما قطعوش عليه الصوت؟ ده غير درويش النظام بقى اللي هجموه على تطاوله على الرئيس والحكومة. فان ما نقوم به الان في مجلس النواب قولا واحدا هو باطل دستوري، هذا استنادا الى موضعين في المادة 226 وليس موضعا واحدا، هذا لانه ليس من حق هذا البرلمان ان يعدل المواد المتعلقة بانتخابات الرئاسة او بمبادئ الحقوق او الحريات او المساواة الا لمزيد من الضمانات، ثم انه ليس ايضا من حق مجلس النواب الا ان يعدل لا ان يستحدث مادة جديدة تخالف كل الاعراف القانونية وحتى اللائحية لانها تفقد صفة العموم والتجرد وجاءت مفصلة خصيصا لشخص واحد لم يغب عنها الا ان نفتح قوسين ونذكر اسم هذا الشخص. واستمر في معارضته وصولا لجلسات المناقشه اللي عبر فيها بقى بصراحه وبالاسم ان انا مش طايق البني ادم ده ولا بثق فيه. طب انا عايز اكون صريح جدا يا ريس، انا محترم حق كل نائب في انه يحب السيد الرئيس ويثق فيه ويرضى عن ادائه، لكن انا شخصيا لا احب الرئيس ولا اثق في ادائه ولست راضيا عنه، ده حقي ببساطه كمواطن مصري قبل ما اكون نائب، هل ده يغضب حد؟ وصولا للفيديو اللي دعا فيه الناس للنزول للتصويت بله. عايز اقول لحضراتكم ان انا بتكلم دلوقتي علشان استغيث واستصر في المواطنين المصريين انهم ينقذوا المسار السياسي، انهم يامنوا لهذا البلد حقه في انه يرى طريقه الى المستقبل، انهم يجنبوا هذا الشعب العظيم مخاطر الانجراف الى مسارات اخرى لا نتحملها، ليس هناك اي ضروره لان ندفع ثمن جديد فيها. تمام، حلو وجميل، ليه بقى ما يستقلش ويفكوا من المخور ده خالص؟ الاجابه رغم انه قال قبل كده انه قرر في وقت انه يستقيل لكن اتضغط عليه من تكتل 25 30 ومن بعض الناخبين في دايرته، لكن هي بتبقى سمات شخصيه بترجع لقناعات الشخص. هو شايف ان ده السقف المتاح ليه بعيدا عن الصريخ في فضاء السوشيال ميديا انه يظهر عورات النظام وجرائمه وانتهاكاته. ممكن تشوفه صح، ممكن تشوفه غلط، انت حر، لكن ما تخونوش خصوصا لو مفيش دليل على صحه افتراضاتك. ببساطه شديده في ناس فكرتها انها شايفه ان استكمال المسار الثوري لازم يتطور شوية عن فكرة يسقط يسقط، محاولة المعافرة مع الباطل على أمل أنه يحصل توحد على رده وتصحيح مسار البلد. المناكفة، إثبات أن روح يناير ومطالبها لسه قايمة وموجودة ومش حاصرة نفسها على بوست ولا تويتر ولا لطميات وكان وكان. محاولات بسيطة يعني جايز تبدو في نظر البعض أنها ملاش قيمة ومش هتغير حاجة، محاولة كسب حتة أرض صغيرة. الثورات تاريخيا بتنجح عن طريق الهزايم الصغيرة اللي وسطها انتصارات برضو صغيرة يتبنى عليها، زي اللي حصل مع الثورة الفرنسية، صعود وهبوط صعود وهبوط لغاية لما نجحت. وجهة نظر، الكلام ده بالمناسبة دفع ثمنه شباب كتير منتمية لأحزاب حاولت تلعب سياسة زي الدستور وتيار الكرامة والمصري الديمقراطي. مش كل اللي اترمى في السجون ممسوكين في مظاهرات أو وقفات احتجاجية، اللي هو مش معقول هنقول عليهم دول كمان منظر وديكور وبيتلمعوا. التراكم، فكرة التراكم، الناس اللي بتتعامل مع نظام متفقين طبعا على فجوره. طنطاوي يجوز انه بيحاول يوحد الناس دي من خلال مراحل اساسها الصبر والنفس الطويل والمجهود بدون انتظار لنتائج وقتية دلوقتي على الارض. يجوز يكون شايف ان الفعل السياسي على الارض افضل من حالة اللاشيء، وكلنا شفنا مثلا في الاستفتاء الاخير رغم التزوير والكراتين والتهديد والخطف للادلاء بالاصوات ما قدرش النظام ينقص او يصغر من حجم اللي قالوا لا، اللي كانوا اكتر من 3 مليون واللي ابطلوا اصواتهم اكتر من مليون، وده رقم يعني بالنسبة للاستفتاء تانية مهول ومؤشراته مرعبة يعني للنظام. ده غير ان كل ده بأرقامهم هم اللي جايز طبعا تكون ملعوب فيها يعني. اخيرا يا جماعة، كل واحد حر في قناعاته لو كان شايف ان كل ده ملوش نتيجة، لكن نحاول برضو نحترم وجهة النظر اللي بتحاول تكسب ارض بتوالي الخبرات التراكمية والاحتكاك بالناس وهممها المعيشية، واللي تيار طنطاوي بيعتبرها مرازية للنظام ان احنا لسه عايشين ما استسلمناش. ونشوفكم على خير ان شاء الله.